مصطفى مهرش كاتب الاقليمي للنقابه الوطنيه للتعليم منظمه التوافق الفدرالي الديمقراطيه للشغل فرع الناظور. هذا النهار هو مراكمه ديال الحصيله لمجموعه ديال الاضرابات القطاعيه وكذلك اضرابات وطنيه اللي توجنا هذا الاضراب عام بمعيه اربعه ديال النقابات اللي هو التنسيق على المستوى التنظيم ديال مجموعه ديال النقابات. واليوم في الناظور كنجسدوا هذا الاضراب العام اللي هو ناجح في حدود الساعه بكل المقاييس، كنجسدوه بمهرجان خطابي اللي حنا بصدده اللي غادي تلقى فيه الكلمات مجموعه ديال الكلمات ديال الكتاب والامناء ديال النقابات ديال الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرال الديمقراطي للشغل والاتحاد العام للشغالين والفدراليه الديمقراطيه للشغل، باش نعبروا به الاجهزه وهاد الدوله وهاد السلطه وهاد الحكومه ونحاولوا باش نرفعوها على التعلم ديالها من اجل الكليات والمطالب ديال الشغيله وديال الطبقه العامله بصفه عامه. وكذلك هي رساله قويه وواضحه لهذه الدوله ديال ان المجموعه ديال الاحتقانات الاجتماعيه بلغت فيها السيد الزوبا، وان هذه مجرد بدايه وهي انذار واعلان ديال هذا الاضراب العام، وحنا مازال مستمرين ما بعد الاضراب العام. وتحيه نضاليه لكل المشاركين في هذا المهرجان الخطاب. الانذار الاخير قبل اضراب الرحيل وسنقدم عليه الذين يخوضون تلو الاضراب والمعركه تلو المعركه لايصال الصوت ديالهم بشكل واضح وحل لصالح جميع الاطراف لصالح الاساتذه اللي كيعانيوا الان ويعانوا مده 4 شهور. ولذا ونطالب بالرجوع الاطراف للحوار لكون هذه حوار من اجل حل المدربين سينتصرون الان المعارك ديالنا في هذا السياق. اليوم 20 مادام مبررات الصراع الطبقي موجوده، هذه هي كلمه الكونفدراليه ديال الشغل مع جميع النقابات، وهذا كلامنا وهذا وضوحنا. اذا يجب ان نرتب بوضوح، اذا الشعب يوما عرف الحياه لا بد ان يستجيب القضاء، ولا بد للليل ان يجري، ولا بد للقيد ان ينتصر. نوقفوا هذا الزحف ديال 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 هاد الناس على المطالب الشغيله. وتحيه نضاليه للجميع وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه نشكروا موقع عارفينو اللي حقيقه دائما تيهتم بالقضايا ديال الشعب بصفه عامه، وخاصه قضيه الشغيله المغربيه اللي دعت النقابات المركزيه الممثله ديال الشغيله، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالي، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي. حقيقة في الاتحاد المغربي للشغل أولا فرحنا أولا بالتنسيقية، لأن هذا إشارة واضحة بأن الطبقة العاملة بمركزيتها النقابية وعت بشكل أقول رائع جدا أن الوحدة هي أساس ايجاد الحلول المتراكمه منذ سنوات، واللي ما تتخدم شيء ابدا الشغيله المغربيه بقدر ما تتخدم قله قليله من المحظوظين في المغرب. ومع الاسف الشديد كذلك صناديق الدوليه مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الذي يملي السياسات التقشفيه على الحكومات المتعاقبه، وخاصه الحكومات تحمل مسؤوليتها في هذه السياسات اللاشعبيه. وبالتالي الاتحاد المغربي للشغل يؤمن في عمقه بان الوحده النقابيه هي مهمه جدا، لان كما قلت هي القوه، هي الصخره الصلبه التي ستتكسر عنها كل ما يمكن ان يسيء الطبقه العامله الشغيله بصفه عامه. نحن نؤمن باننا سننتصر لان قضيتنا مشروعه، وباننا نؤمن باستقرار البلاد، والاستقرار البلاد لا يمكن ان يتم الا بتحسين الاوضاع ديال الشغيره المغربيه والشعب المغربي بصفه عامه. مع الاسف الشديد في القرن 21 اللي تنسمعوا حتى هذه الحكومات ولا مجموعه المسؤولين تهتموا بانه ضروا الاهتمام بالانسان بالراس، لان اعلى راس المال هو راس المال البشري. فهذا راس المال البشري اذا لم نهتم به، اذا نلبي حاجيته،
كنا على يقين لا يمكن أن نتطول. لهذا مطالب إيجاد جميع المطالب المشروعة لهذا الشعب. أولا تشغيل الشباب خاصة الحاملين على الشواهد العليا سواء كانت مهنية أو جامعية يجبروا الشغل. كذلك يهتموا برفع من الأجور بعدم ضرب الإضرابات والقمع، لأن حشومة أنه ما زال في 21 تستعملوا الأمن من أجل تكسير مجموعة من الإضرابات. نعم. ثم كذلك اهتمام بالقطاعات الاجتماعية، الصحة اللي تتعاني بالموارد البشرية، واحد نقص فظيع بالموارد البشرية وبعض التجهيزات والآليات العالية اللي تتسهل باش تشخص الأمراض. كذلك التعليم اللي مع الأسف الشديد أصبح التعليم تتراجع إلى الوراء نتيجة عدم الاهتمام بالأساتذة وعدم الاهتمام بالموارد البشرية وعدم بناء مدارس ومعاهد في مستوى القرن 21. كل هذه الأمور، الشباب والرياضة، الثقافة، كل هذه القطاعات الاجتماعية شكون تيستلمها؟ الشعب المغربي والشغيرة المغربي. لهذا تنقلوا بأن نحن عازمون في هذا الإضراب، وغيكونوا إضرابات أخرى إذا لم تستفيد الحكومة والمسؤولين لهذا البلد. وبالتالي نطالب من الجميع أن نوحد التوحيد، نوحدوا الجهود ديالنا، والتوحيد كما قلت الوحدة هي أساس هو اللبنة الأساسية التي استحق عنها مطالبنا. وشكرا لعرفينه مرة أخرى.